أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد مع بعض مواقف الدرس الثالث من كتاب برافو. المواقف دي بتكون صفحة 101. يلا ناخد المواقف مع بعض. الموقف الأول بيقول: لاقتراح نشاط ما والرد بالقبول أو بالرفض. علشان تقترح تقول On va au golf Saturday. On va au golf Saturday، يعني نروح نلعب جولف، ده مناسب معاك؟ الرد بيكون D'accord c'est une bonne idée، حسنا انها فكرة جيدة، ده لو انت قبلت الفكرة. طيب Vous ne voulez pas venir avec moi à la mer. Vous ne voulez pas، يعني انت مش عايز تأتي معي الى البحر. الاجابة Si j'aime beaucoup nager، يعني بلا انا بحب كثيرا العوم، او نو جو بريفير الي على مونتاني، لا انا بفضل الذهاب الى المونتاني الى الجبل. طيب للسؤال والتعبير عن الراي تقول ايه؟ vous êtes pour ou contre l'escalade، يعني انت مع او ضد التسلق. الرد بيكون moi je trouve l'escalade très dangereuse، انا اجد ان الاسكالاد خطرة جدا. او رد تاني بيقول pour moi l'escalade est moins dangereuse que le delta plan، يعني بالنسبة لي التسلق بيكون اقل خطورة من رياضة الدلتا بلان، طبعا الدلتا بلان اللي هي الطيران الشراعي. طيب للتعبير عن الالزام، يعني اللي هو تقول لشخص يجب عليك انك تعمل حاجة معينة، بتقول ايه؟ monsieur qu'est-ce que je dois faire pour gagner la course، يعني يا سيدي كيف او ماذا يجب علي ان افعل لكي اكسب السباق؟ يقول لك tu dois t'entraîner tous les jours، يجب انك تتمرن كل الايام. مواقف وردود متنوعة ومقبولة لكل موقف. votre ami vous demande votre opinion sur les sports extrêmes، يعني صديقك بيسألك عن رأيك عن الرياضات العنيفة. كيس كيل دي هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك كيس كي تو بونس دي سبور اكستريم، ماذا تعتقد عن الرياضات العنيفه، او كومو تو تروف لي سبور اكستريم، كيف تجد الرياضات العنيفه، او كلي تون اوبينيون سور لي سبور اكستريم، ما هو رايك عن الرياضات العنيفه، وكمان تو اي بور او كونتر لي سبور اكستريم، انت مع ام ضد الرياضات العنيفه. طيب السؤال الثاني votre copain vous demande، صديقك بيسألك عن سبور اكستريم سي كوا، الرياضات العنيفة دي هي ايه؟ فانت كيسك فوديت، انت هتقول له ايه؟ هتقول له سي ان سبور دانجورو، انها رياضات خطرة، كوم لو في تي تي اللي هي رياضة ركوب الدراجات في الاماكن الوعرة، لو غافتينغ اللي هي رياضة ركوب الزوارق المطاطية. طيب سي ان سبور موتيفون كوم لا لوت، انها رياضة موتيفون، يعني بتدي لك حماس، مثل لا لوت المصارعة، لو كانيونينغ اللي هي رياضة عبور الوديان. السؤال الثالث فو دوموندي ا فوتر امي سون اوبينيون سور لو دلتا بلان، انت بتسأل صديقك عن رأيه في رياضة الطيران الشراعي، كيسكي إيل دي، ماذا هو يقول؟ pour moi ce sport est dangereux، بالنسبة لي هذه الرياضة بتكون خطرة، أو à mon avis c'est intéressant، في رأيي هذا ممتع، أو moi je veux un peu d'adrénaline، أنا أريد قليلا من الأدرينالين، يعني عايزين شوية خطورة كده عشان تخلينا متحمسين. يعني السؤال الرابع votre ami vous demande quel sport extrême vous aimez، صديقك بيسألك أي رياضة غير تقليدية أنت تحب. qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ هتقول لو رافتنج سي مون سبور بريفري، اللي هي الرافتنج ركوب الرياضات ركوب الزوارق المطاطية دي هي دي رياضتي المفضلة، او لا لوت جيلام بوكو الرياضة المصارعة انا بحبها كثيرا، او لا بوكس سي ما باسيون، البوكس ده انه ايه عشقي. سؤال خامس فو بروبوزي ا فوتر كوبان جوي او فوت افيك فو،
انت بتقترح على رفيقك انك تلعب كورة، انه يلعب كورة معاك. فو كيسك فو ديت؟ ماذا تقول؟ تقول اون جو او فوت ساتودي، نلعب كورة ماشي معاك، مناسب معاك. او تقول له تو جو او فوت افيك موا، تلعب كورة معايا. او تقول له تو انفي دو جوي او فوت او فوتبول، عندك رغبة تلعب كورة. طيب السؤال السادس، vous acceptez la proposition de votre ami، انت بتقبل اقتراح صديقك. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ تقول oui c'est super، ايوه هذا رائع. او d'accord bien sûr، حسنا بالتأكيد. او oui c'est une bonne idée، ايوه دي فكرة جيدة. او oui je veux bien، ايوه انا اريد ذلك. السؤال اللي بعده، vous n'acceptez pas la proposition de votre ami، انت لا تقبل عرض صديقك. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ تقول non ça ne me dit rien، لا هذا لا يناسبني. او non je ne peux pas، لا انا لا استطيع. او je suis contre cette proposition، انا ضد هذا العرض. السؤال اللي تامن، vous incitez vos camarades à faire du sport، انت تحمس او تحث زملائك على عمل الرياضه. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ تقول le sport est utile pour la santé، الرياضه مفيده للصحه. vous devez faire du sport pour être en forme، يجب ممارسه الرياضه لكي تكون لائقين بدنيا. او faire du sport c'est bon pour la santé، يعني عمل الرياضة، ممارسة الرياضة ده جيد للصحة. السؤال التاسع، vous êtes obligé d'aller au gymnase، انت مضطر للذهاب الى صالة الجيم. qu'est-ce que vous dites، ماذا تقول؟ تقول je dois aller au gymnase، يجب الذهاب الى صالة الالعاب. او je suis obligé d'aller au gymnase، انا مجبر على الذهاب الى الجيم. او il faut aller au gymnase، يجب الذهاب الى الجيم. وبكده نكون خلصنا مواقف الدرس التالي.